بطرق وأساليب عديدة انتشرت ظاهرة التسول في مدن الأنبار، منهم من يقف عند إشارات المرور، ومنهم من يتجول في الأسواق. لتسجل أكثر من 276 شخصا، بعضهم من خارج العراق والبعض الآخر من خارج المحافظة أو من أطرافها. من أهم هذه الظواهر هي ظاهرة التسول. صراحة موضوع الأطفال وعمالة الأطفال، تواجدهم بالتقاطعات، هذا الموضوع يؤدي إلى إرباك المشهد الأمني، يجعلهم لقبة سائغة للإرهاب. يعني عدم وجود ضوابط لوجود مثل هكذا أطفال، توافدهم من المحافظات الأخرى أو من الدول الأخرى، مثلا سوريا أو المدن الأخرى، صراحة هذا كله يضعنا أمام تساؤلات عديدة عن دور الأجهزة الأمنية، دور الأجهزة الاستخبارية من هكذا ظواهر. من الناحية الأمنية، فإن وجود هؤلاء يشكل خطرا كبيرا، خصوصا بعد دخولهم إلى المحافظة بطرق غير شرعية، لتتصاعد المطالبات بمتابعة ملفهم وتدقيقهم أمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الأنبار. هذه الظاهرة المسيئة لحقوق الأطفال ولعدم مراعاة الاهتمام بالطفولة وبملف الطفولة، هذا أيضا يعود بظلالها على سوء الإدارة من قبل الحكومة، إدارة ملف الطفولة ومتابعة الأطفال من خلال متابعة ولي أمرهم. انتشار هذه الظاهرة سيفتح المجال للنصب والاحتيال والإتجار بالبشر، ليرى متخصصون ضرورة تجديد القوانين الموجودة وتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية للفئات المهمشة. دا نشوف بالتقاطعات، دا نشوف بالمحلات التجارية، بالأسواق هواية أطفال يسولون، وأكو البعض من عندهم طبعا هم أطفال سوريين وأطفال من خارج المحافظة وأطفال من داخل المحافظة. فنتمنى من جهاتنا الحكومية، نتمنى من الجهات الرقابية أن نسلط الضوء على هاي الفئة، فئة المتسولين، لأن الحقيقة هاي الفئة تشكل خطر على مجتمعنا وعلى محافظتنا. بظاهرة جديدة على مدن الأنبار، تقاطعات المرور والأسواق تكاد لا تخلو من المتسولين، أكثر من 276 شخصا مسجلا عند الجهات المختصة، أغلبهم من خارج المحافظة. من الأنبار، إدريس يحيى، قناة الفلوجة.